للسيد النائب العام المحترم، السلام عليكم ورحمه الله. الموضوع المعتقلين الاستاذ حسن محمد عبد الرحمن، المهندس حامد عبد الرحمن، علي عبد الله واخرين. نخاطبكم نحن اسر المعتقلين وذويهم واهلهم بولايه الشرق دارفور، نطالب باطلاق سراحهم من الاعتقال التعسفي. ونحن اذ نتقدم بهذه المجدره نشعر بالظلم الذي لحق بهم واسرهم دون وجه حق او توجيه اي تهمه، وما زالوا في السجن ظلما، السجن ظلما، ولم يقدموا لمحاكمه عادله ولا اطلق سراحهم. وهذا يعبر عن غياب العداله التي تعتبر احدى شعارات الثوره، بل يعتبر تشفي وكيد سياسي لا علاقه له بميدان العداله والقانون. وبناء على ما سبق نطالب باطلاق سراحهم احقاقا للقانون والعداله. اخواننا كيف دارين القانون والعداله؟ اذا القانون بيحاكمهم يحاكمهم، واذا القانون بيطلق سراحهم يطلق سراحهم، لكن لا لتسييس العداله ولا للتشفي ولا للقيد السياسي. يا تحكمهم يا تتركوهم. والان مسلما لدين رئيس النيابه العامه الذي يمثل الدوله السودانيه ويمثل ميدان العداله. السلام عليكم. يضحكون يتركون.